ما شاء الله عندك شقوية بالإنجليزي، لهيك أنا قررت أروح على بيروت. وشو بدك تعملي ببيروت يعني؟ بدي أنهي الموضوع وبدها تكون الضربة القاضية. ليش بتعرفي وينه هلا؟ بعرف وين بينزل بيروت بالعادة. ها، وبلكي هالمرة ما نزل بنفس المكان اللي بينزل فيه بالعادة. بعدين معقولة تروحي على بيروت لحالك؟ ما بعرف والله، عم فكر آخذ أهلي معي، شو رأيك؟ لحالي طبعاً، دور سيارة وبمشي، ليك بيروت؟ أنا بروح معك. ليش؟ مشان ما أتركك لحالك، ليش؟ وأنا كمان لولو، أنا أكيد معك حبيبتي، بتعرفيني أنا ما بتركك، أنا معك للموت. بعدين حبيبتي الصداقة لازم يكون فيها تضحية. إيه؟ معناها وأنا معكم. طيب قديه بدكم تضلوا هنيك؟ روحة ورجعة. إيه وأنا معناها رح أتصل بأختي ورح قلقني رح نام عند ليلى. رح تروحي معناها؟ إيه طبعاً. أنا رح ضل جنبك ليلى لحتى تحطي له حد لوزير، ونخليه عبرة لكل زلمة بيفكر إنه يلعب على مشاعر مرة. شكراً لك، يعطيك ألف عافية، بشكرك على التزامك وحسك الأنثوي العالي. شرف. طولي بالك شوي ليلى، شبيك؟ خلينا كل وحدة تروح تجيب لها غرضي من بيتها، بلكي رحنا صرنا لنا بشي قرنة. طبعاً، هي بيروت، النسار. وحية الله. أنتو بشو أنا بشو؟